السلام عليكم. بس توضيح قبل ما أبدأ في الإيقاعات المغربية كاملة، أحد المتابعين طالبنا. في ناس تستمع الإيقاعات التونسية والجزائرية والعراقية. أحب أوضح نقطة، الياماها الجديد الـ A5000 ما منزلين فيه باقة باسم يعني العراقية بروحها والتونسية بروحها والجزائرية بروحها، لا، المغربي جامعين فيه كل الإيقاعات التونسية، يشمل التونسية والمغربية والجزائرية، كلهم مجموعين في باقة واحدة اسمها المغربي، يعني مش نفس الـ A3000. يمكن في المستقبل تنزل باقات حق كل دولة باقة فيها خاصة فيها مثل ما سووا في الـ A3000. هذا اللي حبيت أوضحه. حاليا اللي نازل البريسيان والتركي والشامي والمصري والمغربي اللي هو يشمل الدول الثانية كلها والخليجي. هذا بس، هذا توضيح. نبدأ الحين بالإيقاع الأولي، مغربي كلاسيك على السريع. الإيقاع المغربي 55، نسمعه على السريع. اسمه التشابي سيمبل، تشابي سيمبل. اسمه التشابي سوينج، اسمع التشابي سوينج. إيقاع اسمه التشابي فيس.
إيقاع اسمه داكا مراكان مراك مراكاتشيا داكا مراكاتشيا نسمعه. إيقاع اسمه تشالا أتلس، اسمع التشالا أتلس هذا، سامحوني في المسميات يعني. إيقاع اسمه تشالا أتلس 55 نسمعه. إيقاع اسمه التشالا سوسيا، نسمع التشالا سوسيا. نسمع إيقاع اسمه المالهون، اسمع المالهون مع بعض. الانترو نهاية نسمع الإيقاع اسمه الأندلسي، نسمع الأندلسي.
نسمع ايقاع اسمه لا روسا. نسمع ايقاع اسمه الهاد هاري. الهاد هاري نسمعه. ايقاع اسمه القناوة. نسمع القناوة. نسمع ايقاع اسم التشابي قناوي. تشابي قناوي نسمعه. نسمع ايقاع اسم الإيساوة. إيساوة نسمع الإيساوة.
ايقاع اسمه الراي رقم واحد. نسمع إيقاع الراي رقم 2. حلو. الراي رقم 3. ثلاثة. نسمع إيقاع اسمه تشابي أسيمي. تشابي أسيمي. نسمع إيقاع اسمه ريغادا.
ايقاع اسمه العلوي، علاوي اسمعه. في ايقاع نسمع اسمه بروالي، بروالي نسمع ايقاع البروالي. نسمع ايقاع اسم المالوف. نسمع ايقاع اسمه تشاوي او تشوي. ايقاع اسمه الكابايل، اسمع الايقاع الكابايل. نسمع ايقاع اسمه الستايفي.
اسمعي لقاع فازيني رقم واحد، فازيني رقم واحد. نسمع الإيقاع الفازيني رقم 2. نسمع إيقاع الفازيني رقم 3. نسمع إيقاع اسمه الجيتا. نسمع إيقاع اسمه الجاربي. نسمع إيقاع اسمه بونوارا. افكتات، عاملين افكتات نهاية. نسمع إيقاع اسم الزابي.
نسمع ايقاع اسمه السوقة. نسمع السوقة مع بعض. عامل زي الريجي. نسمع ايقاع اسمه أليجي. ايقاع اسم جيربي. النهاية نسمع ايقاع اسمه وهراني. نسمع ايقاع اسمه ستافوت. ستافتوح. نسمع نسمع ايقاع اسمه بوزيكا.
نسمع ايقاع اسمه تال يالا. نسمع ايقاع اسمه هادرا بنزاتاريا بنزارتاريا. اوكي نسمع، سامحوني يا جماعه في الاسماء. نسمع ايقاع اسمه هادرا سفاكسيا. نسمع ايقاع اسم الهادرة تونسيا. شوفوا جامعين، مثل ما قلت لكم جامعين كل الايقاعات الليبية والتونسية والمغربية كلها في باقة واحدة. نسمع الهادرة التونسية. نسمع ايقاع اسم التراب الليبي. نسمع المرسكاوي رقم واحد. مرسكاوي رقم واحد.
نسمع المرسكاوي رقم 2. نسمع المرسكاوي رقم 3. المرجودة، مرجودة. نسمع الايقاع الاخير واسمه يا ريجيو او ريجوي، يلا نسمعه. يعني ريجي هم يسمونه بالمغربي او التونسي او اللي ريجيو. هذه الايقاعات المغربية كاملة. طبعا قلت لكم المسمى الباغة مغربي، لكن داخل في التونسي وفي الليبي وفي الجزائري إضافة على المغربي. شكرا.